ماشي طبعا الضحايا اللي في البيت طبعا ماشي. كان والدي صاحب محل في قلب المكان يعني كان مصدر رزقنا، مبقاش فيه دلوقتي اي حاجه، والدي راجل كبير وتعبان فما يقدرش اللي هو يروح في اي مكان اللي هو يشتغل او اي حاجه. كان هو يعني بياكل وبيشرب، انا واحده منفصله عن جوزي، انا واحده من اخواتي منفصله عن جوزي، كان بياكل اولادي وبيشرب اولادي، وانا عندي 4 اولاد. فدلوقتي ماسكه برزقنا ما بقاش فيه، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل اي حاجه. فانا بشان يعني من المسؤولين اللي انا عايزه حاجه لوالدي اللي هو يشتغل فيه، يعني حاجه عين تفتح له تاني محل، عشان هو ما بيعرفش يشتغل عند حد عشان رجله تعبانه. رجله كانت واصله البدر وربنا سترها، اللي احنا مشينا بالعلاج ومشينا يعني ايه الدنيا مستوره معانا. فبشان المسؤولين ان هم حد يحاول يجيب لوالدي محل او اي حاجه يشتغل يفتح حاجه فيها تاني. اسمه واسمه ماشي، هو اسمه احمد صابر سيد احمد، وانا بنته اسمها احمد صابر. البضاعة اللي كانت جوه طبعا المحل ما يملكش منها حاجة، عشان دي أساسا كان جايبها بالقسط، وكان هو دلوقتي عليه دين أكتر من 80,000 جنيه، وكاتب وصلات وكاتب حاجات، هنسد إزاي؟ وكانت المكنة اللي كانت إيده ورجله برضه نفس المكان في نفس الحال برضه تحت الأنقاض، فمش عارفة أعمل أي حاجة. فأنا بشادر يعني من المسؤولين إن حد يجي يقف جنبنا، حد يجي يعمل لنا حاجة، حد يجي يساعدنا بأي شيء، يعني أنا بتمنى كده من يعني من الناس.